برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زيان رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم جلسته عبر تقنية الاتصال المرئي. خلال الجلسة رفعت معاليها أسمى آيات التهاني والتبريكات وعظيم العرفان والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى 20 لميثاق العمل الوطني. كما وأعربت معاليها عن بالغ التقدير والإشادة بمناسبة يوم البحرين الرياضي لما تحقق من إنجازات رياضية وشبابية متميزة في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية. في مستهل الجلسة عرض المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون والتشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. بعدها عرض المجلس الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة، إضافة إلى استعراض أبرز الردود الوزارية على الأسئلة النيابية. ثم ناقش المجلس تقرير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون والاقتراحات بقانون.